مية واش انت حشمانة ولا غير جاب لي الله؟ كان شي واحد اللي كيحشم من ماما؟ إماجينا خالتي مية في الطريق قالت لي أنا راه بريفير نمشي للوطيل، تخيلي معايا وتخلي الدار ديال باها. آه وي مية، واخا نتقلقوا واخا نتخاصموا بيناتنا، دار بابا كتبقى ديما محلولة. أنا ما رجعتش بمرة غير اليوم بالليل وصافي. أبو خاصك العرضة باش تجي عند باباك؟ ماشي حيت رجعت راني بدلت رأيي بالنسبة لشنو دار بابا بفلوسه، ولا نبدل لا بوزيسيون ديالي بالنسبة لا سوسيتي ولا الخدمة ديالو. إوا علاش رجعتي بالسلامة؟ خالتي أنا مية صراحة راه دوات معايا وقالت لي أنا راه حسيت براسي مخنوقة وباغا نتنفس شي شوية، داكشي علاش أنا قنعتها باش تجي عندنا للدار لهنا، ولكن كونديسيون ياك مية؟ كونديسيون أن خالتي حرية، ما غادي تطوي معاها، ما غادي تلومها، ما غادي تحكم عليها، وياك خالتي هادشي اللي كاين. مية أنت يا بنتي الصغيرة مموجة العينية، ملي درتيها معليش وعاودي لي شنو وقع. انا جو بريفير مية تطلع ترتاح شي شويه وغدا ان شاء الله نديو في هذا الموضوع هذا اليس. داكور خالتي داكور. واخا طلعي لا شوم ديالك، انا نصيفط لك تيزان باش ترتاحي. اوكي داكور. شنو وقع؟ تخاصمت مع علي؟ تفرقت معاه؟ هذا راه مهدي واجرك على الله، ياك واحد تكسبري غير شويه وراه مية غادي يرد لك حتى لهنا للدار ان شاء الله. فرحني فرحني شنو درتي؟ غدا ان شاء الله غيتفارقوا. خالتي انا غير ديري فيها الثقه، وداك الشيء اللي عندك في بالك كله غادي نحققه لك ان شاء الله. مية غادي تولي خاتم في صبعك، وديري بها داك الساعه اللي بغيتي، وقولي قال مهدي. بقى فايقه؟ صدق الله العظيم. فين كنت يا بنتي؟ كنت غير في السطح طلعت نبدل الجو شويه. مالك ياك لاباس؟ والو. انت ماما علاش بقى فايقه؟ ياك ما بابا تزاد عليه الحال؟ لا باباك لاباس عليه، انا اللي ما جانيش النعاس قلت نجلس شويه نقرا القران ونتسنى علي ومية تيجي ونتعشاو. ما شفتكش ملي خرجتي، كنتي في الكوزينة فاش خرجت. ما تديش عليا يا بنتي، هاد ليامات رانا وليت مدوخة، المرض ديال باك هدني ما خلاش ليا العقل. الله يدير شي تاويل الخير وصافي.